ما خبرش ايه اخرة العند ده؟ تعبين ايه وعقارب اللي بتربيها؟ عجبك اللي حصل ده؟ طه المرة دي واتسطرت، حد عارف المرة الجاية هيحصل ايه؟ ان شاء الله ما فيش مرة جاية ولا حاجة. طول ما هنكمل في المشوار ده هيبقى فيه مرة تامنة وتاسعة وعشرة كمان. هو انت فاكرني برب العقارب دي يا بابا العب بيها؟ ده شغل، وشغل مهم قوي بكسب فيه ذهب. حد قال لك انك تساعدينا في المصاريف؟ ولا كنا ملاقيينش نصرف عليكي؟ وانت فاكرني بشتغل الشغلانه دي عشان أأمن اكلي وشربي؟ خابر تشتغلي عشان تحققي نفسك وتثبتي ذاتك، وكل الكلام الفاضي اللي احنا حفظناه ده شوفي حاجه عدله، حاجه تناسبك. افتكر ان انت اللي بعدتني عن شغلك زمان، دلوقتي بقى انا لقيت الشغلانه اللي لقيت فيها نفسي. وبتحققي نفسك في العقارب والتعابين يا عايدة. سيبك من الشغلانة دي لحد تاني. ليه؟ شغلانة تانية ليه يا بابا؟ عشان بنت مش كده؟ أيوة يا عايدة، عشان بنت. والشغلانة دي مركباش على البنت ده. ليه؟ فاكر اني ما هعرفش أرد عليك كاني ولا ايه؟ عايدة ما تقصدش، هي عارفة انك خايف عليها عشان هي بنوتة وست البنات كمان. هي ما تقصدش انها تقلل كلامك لا سمح الله، وان شاء الله بعد ما عايده تخف هنقعد مع بعض ونلاقي حل يرضينا كلنا، مش كده عايده؟ احنا محتاجين نرتاح كلنا، نرتاح والصباح رباح. خلاص يا ابويا يا سي، خد مراتك وارتاحوا فوق في شقتكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يلا يا عايده. في ايه انت؟ ما عجبكش كلامي كمان ولا ايه انت؟ لا عشت ولا هكون يا ابويا، بس دي عايدة خدها بالراحة شوية، انت عارف انها حساسة في حكاية بنت وولد دي. يعني ايه؟ بتعارض حكمة ربنا؟ كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، وكل ميسر لما خلق له. وانا اللي هقول لك برضه يا ابويا، دي عايدة خدها بشويش. وبعدين هقول لك على حاجة، انا هخليها تعمل كل اللي انت عايزه. خلاص بقى. عيب على راسك. خلاص. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.